متر على مرمى الحارس كفياس طال القرقوري تقدم فرصة جميلة ديال طال القرقوري العمود الأفقي ينوب الحارس كفياس. لاحظوا الإعادة معروف على طال القرقوري خطة قوية جدا بقليل من الحظ كان بإمكان طال القرقوري فتح حصة تسجيل. إذا ضربة زاوية للرجاء أمامكم الحارس كفياس 20 سنة ضربة زاوية في الجهة التقوية ممتاز سادلي السادلي للمرة الثانية على التوالي كيتدخل أمام الخطة القوية ديال اللاعب روبرتو كارلوس اللاعب اللي يمكن يهزم أي حارس في العالم. كرة خطيرة ممتاز حارس سادلي كانت كرة خطيرة دي لفريق ريال مدريد كرة خطيرة دي ولكن رفع سريع ديال الحارس مصطفى الشادلي اللي لعب فيها من المستودع غادي يتوغل وبغى يقذف ولكن كريم دو كيتدخل مازال المستودع عنده كرة محاط الآن صعاب مهمة عليه جوج لاعبين ماك مانامان وكريم بو كان وضربة خطأ يعلن عنها حكم مباراة إليزوندو الأرجنتيني خطيرة جدا تقريبا ب وقفة ديال ييرو كتمشي بعيدة نسبيا على العمود الأفقي لمرمى الحارس مصطفى الشادلي وربط 14 دقيقة و40 ثانية كرة طابيو خطيرة ولكن مشات خارج أرضية الملعب قلت اللاعب كريم بو البداية ديالو كان كريم بو والحكم يعلن على خطا للريال بدعوى لمس الكره من طرف اللاعب خوباش باليد اليسرى روبرتو كارلوس وقفزه ديالو كتمشي بعيد على المرمى ديال حارس شادلي كما قلت روبرتو كارلوس امامكم على الصوره اللاعب اللي كيواجه الجمهور البرازيلي بالتصفير في المباريات سبب بسيط انه لاعب سابق لفريق فرق دائريه وكيدخل خوباش والحكم من جديد يعلن عن خطا امامكم راؤول هذا زكريا لاعب الناشئ اللي شق طريقه ب وقفه كانت ضعيفه ديال فرناندو ييرو وكيدخل رضا الرياحي وتخرج كره الزاويه امامكم مصطفى الشادي باركي ولكن كيدخل لاعب فرناندو وهذه ضربه خطا جانبيه لفريق ريال مدريد سنتيك البرازيلي روبرتو كارلوس روبرتو كارلوس إذا 5 متر و50 لفريق روبرتو كارلوس لمباركي كينسل زاوية للرجاء زاوية للرجاء أمامكم روبرتو كارلوس هذا مساعد لمباركي البيضاوي خربوا الكرة الدائرية إصابة جول هدف لصف للرجاء هدف أسامي هدف لحظة الفرحة كبيرة لدى الجمهور إذا الرجاء بعد مرور 30 دقيقة فوق على ريال مدريد هدف لصفر جول لفريق الرجاء فرحة كبيرة للمدرب سعيد جمال لحظة التمريرة خباز وعطاير يوسف أسامي بالرأس يركل الكرة في اليمنى من مرمى الحارس كاسياس مساندة مطلقة للجمهور هنا فريق الرجاء الكل يربي ديما رجاء إذا هذا الهدف غادي يعطي واحد الحماس كبير لعناصر الشباب فريق الرجاء إذا 1-0 الحيمات يمرر كان أمامه خطأ كبير ولكن ارتباك كبير في الأثناء في ضع فريق ريال مدريد والهستيريا تعم الرجاء في ملعب مورومبي ما كاين خطأ أنيركا محدود جدا تقنيا هذا هو الإعادة ديال الهدف في الجميل ديال لاعب أسامي ومثل ما كمان وصل يعمل مباشرة عند حارس مصطفى الشيخ المغربية وبغى بضربة نقاط لمباركي ولكن كيدخل ديفا ديال فريق الريال كاين شروط ديال انيلكا شروط ديال انيلكا رياحي رياضة رياحي كرة دائرية نفس بعيد عن اللاعب لمباركي تفكو كما قلت في نجم المباراة ناطر كرة دائرية كيخرج حارس كاسياس امام يوسف اسامي إذا كانت عند مستودع ولكن روبرتو كارلوس آخر لحظة انقض الموقف أمام مرمى الحارس كاسياس إذا كرة تقدم العمود وكترجع كرة خطيرة لفريق ريال مدريد أمامكم مورينتيز اللاعب اللي كسرته الأعطاب هو الآخر روبرتو كارلوس كرة خرجت خارج أرضية الملعب ما رضيش زكريا كرة دائرية يدخل فرناندو ييرو
كرة خطيرة 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 وكتخرج زاوية لفريق ريال مدريد. فرصه اول تبعد عن الثلث الجهه اليمنى استكشاف، ولكن كان وضعيه ماشي مناسبه للقاعد في المباراه. كره دائريه وضربه راسيه للاعب فرناندو جيرو خارج ارضيه الملعب. جيرو اذا جيرو يمنح التعادل لفريق ريال مدريد. اذا 1-1 بين ريال مدريد والرجاء البيضاوي. لحظة إعادة. الحارس مصطفى الشاذلي مقارنة مع الجدار ما كانش الزاوية المعاكسة. وعن مورياتا كرة خطيرة. يتخلى عن موبيل. خربوش كرة دائرية روسيا. ضربة رأسية للاعب مستودع لمسات بعيد عن العمود الأفقي للحارس كاسياس. ممتاز لمباركي كيتواجه على المكتب. لمباركي لاعب خالق متاعب كثيرة لفريق ريال مدريد. كتاب كاسياس من زاوية صعيبة. هي كرة لسالكادو سالكادو وكيتدخل طلال القرقوري. حذاري من كرة حذاري. مورينتيس في النهضة الهدف الثاني. مثال ترقيب للاعبين ديال فريق الرجاء. ترقيب اللاعبين ديال الدفاع ديال فريق الرجاء ترقيب باش يضايقوا اللاعب مورينتيس. تلقاو ضرب جزاء لاحظوا وصل تقريبا 7 ديال اللاعبين. كان وضع مريح جدا للاعب مورينتيس بنفس الطريقة ديال الهدف الأول. مستودع مستودع كرة دائرية. أداري من الكرات المترابطة الثنائية ديال فريق ريال مدريد. أخيرا ينتعش المدرب ديال الأمل. مستودع كمرار ولكن كيتدخل العميد مورينتيس لاعب سريع سريع جدا. كمرار كرة دائرية يصلى مستودع يمنح تعادل للرجاء. هدف داخل كل شبكة. هدف من الروعة بمكان. مستودع يسجل التعادل للرجاء. هدف من أهداف الرجاء. يمكن تقول جملة واحدة أهداف خرافية. الحيمر عن الطاير بنفس طريقة ديال يوسف أسامي. أخيرا 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 الرجاء تسجل التعادل. عرض عرض جيد للغاية. وعودة الدفء لمدرجات ملعب مورومبي اللي بدا كيتعب الجمهور اللي الجمهور بأكمله هنا في مدينة ساو باولو مع فريق الرجاء. التعاطف على مستوى الأداء كسبوا كبير في كرة القدم الوطنية البرازيلية. كرة دائرية وكرة في خارج أرضية الملعب و55 لفريق الرجاء سجل هدف على الأقل باش يتجازى على هذا الجهد الكبير. كرة في فريق الرجاء لحظة هذه روبرتو كاروس ياخذ إنذار. غادي ياخذ انذار ورقه حمراء. ممتاز الحكم ممتاز الحكم الارجنتيني اليزوندو. والطرد غادي يطرد الجمهور هنا في ساو باولو لان الجمهور يقيم واحد الكراهيه كبيره هنا. اللاعب روبرتو اذا ثلاثه لاعبين دفعه واحده يغادرون ارضيه الملعب. غادي يخرج لمباركي وخرج جوتي وخرج روبرتو كارلوس. كنشوف لمباركي يدرب الجمهور صراحة شيء مخزي للغاية. أنا مو ثلاثة لاعبين تختار باش كداس. مستودع راهول غادي يكتب ولكن وكرة تضيع للرجاء. مستودع يراوغ الحارس كاسياس. يا للحظ العاطر. الكرة تمرر كرة دائرية وكتشي الزاوية. مرة الخطأ ممتاز خوباس كيلعب وكتنزل أمام اللاعب زكريا. زكريا كداس فرناندو ييرو. كرة خارج أرضية الملعب 55 لفريق الرجاء. كما أن مهمته غير ثلاثة المباراة أمام فريق الرجاء البيضاوي.
كابتن كريمي تكبير تخرج اخيرا نتنفس السعداء. زوج الكرات قراب من المرمى ديال الحارس السدي حسن كنت تحفظ تذكر في العمل تختار هدف اخر يضيع للرجاء. امامكم يوسف اسامي حتى كرة في طابق من ذهب من طرف لاعب مستودع. يلا طلال طلال في اليمين كرة اخرى تضيع للرجاء. طريقة سميلة باش نسل اللاعب طلال الخرقوري عمل ليه ليه تخرجوا اللاعبين ديال فرق الرجاء. حذاري من الكرات اذا جيريمي عكس مجريات اللعب. جيريمي يمنح الفوز ولاحظوا حتى الحركه اللي قدمها مدرب تيرفوسكي. هدف يمكن نقول هديه. هذا هو الواقع. ما بنيش في محاوله هجوميه ما مخدومش بلغه ديال جمهور كره القدم ولكن كره القدم هي عادي ما كنختارش المنطق بتاتا. ميلار كره تضيع للرجاء. فريق الرجاء رزق غادي يمرر تمرر زكريا تكتاف.